add activity بعد ما انت تعمل turn on للكورس تقدر تضيف كل المهارات التالية. مهارة الاسايمنت راح نطبق اسايمنت، مهارة الكويز، مهارة الزوم ميتنج اللي بدك تثبته للدورة كاملة. فخلينا نبلش بمهارة مثلا الكويز اللي هي اسهل مهارة. بيجي لك على صفحة لإعداد ومانج الكويز، خلينا نقول هو الكويز رقم 1 لمادة السي اس 220 ويوم مثلا الساتردي ببلش الساعة ساتردي 4/2/2023 وراح يبلش الساعة احنا الان الساعة 8 خلينا نعمله بعد 6 دقائق الساعة 8 مساء. هذا الليبل او الهيدر تاع الكويز بعطي كل التفاصيل اللي انت راح تبعثه بعد شوي كيو ار ال. الكبس الثاني اللي هون اظهر ايقونة الكويز للطلاب حتى يشوفوها، والا ما بيظهر عندهم بيكون مخفي. الوقت تاعه اليوم 4 الشهر وبنتهي اليوم 4 الشهر اللي هو ببلش من الساعة اللي هي 7 من نبلشه مثلا على 8 وخلينا نعمله 5 دقائق عشان نكون عاملين كل الملاحظات، وبنتهي الساعة 8:15 10 دقائق مثلا مدة الكويز، بنتهي الساعة 8:15 مدته 10 دقائق. والجريدز ما بدناش نبلش بيهم، بس خلينا احنا نجهز اول سؤال. جهزنا وقت الكويز ببلش الساعة 8:15 بنتهي الساعة 8:15. خلينا نرجع للسيتنج أساس نكون واقعيين، نقول ببلش الساعة 8:05. هون 8:05 وبقية السيتنج نتركها زي ما هي. بعد بحضر بالباقي السيتنج لأنه رجعت للسيتنج. كل ما بدنا نطلع من الإيلرنينج ونرجع بعمل لنا مشكلة. ها الأسئلة عليه 10 علامات أو ممكن يكون 5 علامات تعدلها من هون شفل حتى إنه يدور الأسئلة. كل طالب يطلع له مثلا السؤال رقم 1 للطالب الأول، السؤال رقم 5 للطالب اللي بجنبه، وهكذا. Add new question المالتيبل تشويس للكويستشن، وبدنا نقول انه هذا هو الكويز الاول بنكتب الكويستشن الاول مثلا what is the name of capital for Jordan. معروف اللي هي العاصمة عمان، بس احنا السؤال بسيط جدا. هسا عم نجيب سؤال صعب. قديش وزن السؤال عليه مثلا علامتين من 10 مالتيبل تشويس. الإجابة الأولى عمان. عادة أنا بحط الإجابة الأولى وبعطيها 100، لكن هو بيعمل شفل فبتطلع الإجابة الأولى مش A، B عند الطالب الأول. الثاني مثلا كارك المدينة الثانية ووزنها 0. المدينة الثالثة مثلاً إربد. الخيار الرابع والأخير مثلاً زركا.
والخيار الخامس none of them إذا بدك. وأكيد راح يطلعوا مش مرتبين عند كل طالب سيف. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني خلينا نجيب سؤال صعب شوي. إذا بدي أضيف سؤال ثاني بدي أضيف سؤال ثاني ويحتوي multiple choices ولكن يحتوي خيارين. فهي هون إضافة سؤال ثاني multiple choice نفس الإشي بس أنا بدي أقول بالكويز بالquestion الثاني which of them are مثلاً animals مين هم من بينهم حيوانات ونيجي نصعب السؤال شوي ونشوف مين بيقدر يحله ولا أنتم شايفين الإجابات علي علامتين هون بدي أقول له multiple answer هي كانت مفعلة multiple answer بدي أرجع للسؤال الأول وعمله one answer ونشوف الفرق بيناتهم one answer only ولا multiple answer خلينا على multiple answer اللي هي كانت مفعلة بالسؤال الأول الخيار الأول مثلا cat وهاي وزنها 50% يعني ثنتين الإجابات الصحيحة والثاني الليمورس مين بيعرف شو هو الليمورس هذا حيوان بالغابات الاستوائية بيشبه دب الباندا أو النوع من أنواع القرود اللي بتشبه مثلا هون مثلا الجرين شجرة عنب أكيد ما إلهاش وزن بيقول لي إملاءها غلط مش زبطها إيه وهون مثلا كار وهون none of them وهاي سيف لتصميم السؤال الثاني بدي أرجع أعمل editing للسؤال الأول أعمله only one choice only one answer ونشوف الفرق بالفيو بيناتهم الاثنين قلنا الانسر الحقيقي عمان وعليمية وهاي سيف الآن نعتبر إنه الكويز هذا وزنه فقط أربع علامات أربع علامات لأنه السؤال الأول عليه علامتين والسؤال الثاني عليه علامتين الآن نبلش الكويز أنا كمدرس بقدر أشوف الكويز وأبلش قبل ما يبلش الكويز على أساس أعمل فيو فباجي على الكورس مرة ثانية وباجي على البريفيو وستارت على أساس إني أجرب قبل الطلاب لاحظوا What is the name of the capital of Jordan اللي كانت إيه عمان خليني أكبر الشاشة شوي أصبحت سيهم لو رجعت مرة ثانية أو طالب ثاني بجنبي بجوز تطلع له إيه أو بي أو سي فبدنا نجاوبها مثلا عمان أو مثلا غلطت بالإجابة كطالب بقول مثلا إربد خلينا نجاوبها غلط مش مشكلة بدي تشوف الفرق بين هاي الـ one choice only والمالتيبل تشويس والمالتيبل تشويس شوف السؤال الثاني السؤال الثاني معي تشيك بوكس بقدر اختار اكثر من واحد هناك لا بقدرش اختار اذا اخترت A بقدرش اختار B طب شو اللي بدي اختاره هون مثلا بدي اختار الكات والليمورس او ما بعرف ايش الليمورس بدي اختار الكات والجري مثلا انا مش عارف شو معنى جري بينها عينه واعمل له فيش طبعا هون مش راح يعطيني اجابه بس بقدر أنا أشوف الإجابات النموذجية إذا تقمصت دور الطالب مش المدرس بدنا نرجع للكورس ونيجي على الكويز ها كمان مرة نيجي على الكبسة هاي اللي هون ونقول الإديتينج هي بتعطينا إمكانية إنك تصمم موقع للكويز وبتكتب عادة بحيث إنك تكتب اسمه واسمه يكون متكامل حكينا ببلش بخمسة احنا ما عدلنا هالشيء لانه بالاول كان النت ضعيف التايم ببلش 8 و5 خلينا نعمله 8 مثلا و10 وهون بنتهي 28 ومدته 10 دقائق وسيف رح نيجي على باقي الاوبشنز بس لما تعمل كويز بعد ما نصمم موقعه بيطلع عندنا المعلومات تبعته هي عبد الدكتور عبد السلام بده يسالنا سؤال باجي على الايديتنج كويز
مشان أبدأ أضيف أنا أسئلة، وقديش وزن كل سؤال وشو طبيعة كل سؤال. أخذنا نوعين اللي هو المالتيبل تشويس بعدد من بأكثر من خيار بإمكاننا من خلال التشيك بوكس الصغير، أو اي بي سي بختار واحد منهم. فالآن بدي أنا أخذ منك أسئلة وأول سؤال. المجاميع بمعنى ممكن يصير معاي أنا مجاميع 200%، بس هو وين الصح هو 100%؟ ما بعرف إذا قدرت أوصل سؤالي صح. كويس، سؤال ممتاز واقعي، لأنها أول تجربة. هسا رح نيجي على اللي بيحكيه الدكتور عبد السلام. بقول أنا الأنيمالز لما عملت الخيارات، في عندي الكات هني خيارين أنا مصممهم على أساس إنه نرجع للكبسة هاي، إنه multiple answer allowed، فمعناته بطلع للتشيك بوكس وبيكون في أكثر من واحد. طيب كانوا ثلاث مثلا كات وليمورز، وخلينا نأخذ مثلا لايون. فالآن وزن كل واحد خلينا نقول 33%، هاي 33% معنا. فإذا بتلاحظ الأوزان يا يعني بتكون 100% إذا كان الإجابة الوحدة A B C، وبالتالي بنرجع للون أنسر أولي 90% و10% مثلاً الثانية، إذا مثلاً واحد وزنه أكثر من الثاني. إذا كانوا متساويين بالوزن بدي أعملهم 33% وأرجع أعمل هاي 33% وأرجع أعمل هاي 33% وأعمل سيف. بأخذ السؤال. السؤال اللي كان بدي يسأل الدكتور عبد السلام بشكل مختلف، أنا أول شيء عملت ثلاث خيارات مثلاً، خلينا نعمل مثلاً الكات مثلاً 50%، 33% و33%، ونعمل سيف. شو بحكي لي يا دكتور عبد السلام؟ بحكي لي يجب أن يكون مجموعهم 100%، لأنه أنت نسيت تركت هاي 50% وهاي 33% و33%، إذن أكثر شيء 100% مجموعة. فبالتالي بدي أرجع أعدل هاي وأعمل هاي 33%. وممكن هاي سي. الآن الفيو هاي السريعة هون أساس أني بدي أنا أتفرج على السؤال أنه بطلع صحيح شكله، هيك رح يطلع شكله للطلاب. كات وكار وليون وليمون. الآن لو قلت له fill the correct question the correct response، بيعمل لي fill إلهم مشان أتأكد إني فعلا أنا معطي الإجابات الصحيحة للتشيك بوكس للإجابات الصحيحة. هاي 33% 33% 33%. خلينا أكمل يا دكتورة دانا لإجابة على السؤال، لأنه يعني فعلا سؤال مهم وكان يعمل لنا مشاكل كثيرة. بدي أرجع على ديزاين السؤال كمان مرة وأقول مثلا الكات بدي أعطيها 40% لأنها معروفة للجميع. هاي بدي أعطيها الآن 30%، وهاي الليمورز أو مثلا هاي بدي أعطيها مثلا كمان 40%. 40 و40 قديش صاروا؟ 80. أو بلاش الليمورز لأنها صعبة جدا، بدي أعطيها مثلا 20%، واللايون بدي أعطيه 40%. فعساس ما أضعش الطلاب، إذا جاوب الكات واللايون بيكون حقق 80% من العلامة، و20% على الليمورز هذا اللي هو صعب جدا الإجابة، نعتبر إنه الصعوبة عليه أقل علامات إذا بدي مثلا أسهل. لكن لو رجعت عملت 40 40 40، راح يعترض السيستم، وبالتالي برمجة السيستم هي بتخلي المدرس إنه ما يخربط، وبقول لي أنت عاملهم ترى كلهم 40 40، أكثر من 100 120%. بقول لا هذا بدي أعطيه 20% مشان يرجع وزنهم 40% من العلامات. الآن نرجع للسؤال، قديش عليه علامتين؟ الأربعين بالمئة من العلامتين بروح للكات، وأربعين بالمئة من العلامتين بروح لليون، وعشرين بالمئة بروح لليمورس. فبالتالي إذا جاوب الطالب على ثنتين بيكون هو أخذ مثلاً ما يقارب علامة وستة بالعشرة من اثنين، وبعطينا السيستم تو ديسيمال بوينتس، وإذا بدك تقدر تضيفه. خلينا نشوف سؤال الدكتورة دانا إذا كمان
تفضل يا رب. دكتور، بالحالات اللي بيكون فيها انه ممكن اختيار اكثر من اجابه، هلا مش محدد على السيستم انه هو مثلا انه بيقدر يختار 2 أو 3 أو 4، ففرضا انه هو مثلا يختار 4 إجابات أو 3 وكان في من ضمنهم خطأ ومن ضمنهم صح، هيك كيف تحتسب علامة السؤال؟ مش ممكن يعني انه ياخذ العلامة بعشوائية؟ نعم، هذا الآن لا، مش هو بحسب صحيح، الخطأ بوكل الصح ساعتها إذا كان الوزن متساوي. فالآن يعني خلينا نقول بدنا نساعد الطلاب شوي، نيجي بنكتب له هنا ملاحظة، قل لي choose two options أساس إنه وبعملها مثلاً ملاحظة بخط صغير، ممكن نعملها مثلاً بالشكل هذا هون شوية restrictions من زي الوورد، فبدنا مثلاً نعملها italic ونعملها بلون، نيجي نفتح هاي الديزاين ونعملها ببولد وبلون أحمر، وهون بنقدر نعمل هاي بلون بأكبر، أو كأنهم سنتين مرتبطات مع بعض. وهيك طلعنا من الملامح إنه إحنا وجهنا الطالب قلنا له اختار بس خيارين مشان ما يفلش الصح الغلط. فلما يجي يعمل فيو بيقول له بس اختار اثنين، فأنت يعني تختارش إلا اثنين، إذا كنت مش عارف إلا واحد منهم اختار واحد، تروحش تختار واحد من اللي أنت ما بتعرفهم مش بالآن يأكل وبالتالي يأكل الصح يأكل الغلط. هذا بالنسبة للاختيار المتعدد. بدنا نأخذ نوع ثاني من الأسئلة. السؤال الثالث اللي هو short answer أو true false. خلينا نروح على short answer بعدين true false، true or false لأنه سهل، وبعدين خليكم تطبقوا على user طبعاً. هون بدنا نعمل السؤال الثالث و short answer. What is، نعمل مثلاً فورمولا 5 + 6 equal، 5 + 6 معروف إنها 11، يعني هو سؤال سهل ممكن احنا نصعبه عليه مثلا علامة واحدة. طبيعة التصميم تبع السؤال بتختلف شوي، اذا بتلاحظوا ما فيهاش مالتيبل تشويس ولا غيرها، بيقول لي بدك الانسر مثلا 11 وهي عليها 100، فاذا كتب 11 الطالب بيطلع له بوكس صغير وبكتب له 11، غير ذلك اصفر. بس إذا كتب 11 ممكن مثلا أسمح له يكتب 11.0 إذا بده يكتب مثلا 0.0، وهي أقول له كمان أعطيها 100، فإذا كتب هذا الشكل أو هذا الشكل بأخذ 100 وأعطيه سيف. طب كيف الفيو تبعته بتظهر؟ بيظهر عبارة عن سؤال وفي نص بده يكتب، هون بده يكتب 11 وسيف بعطيه علامة. الآن لنفرض إنه لا، بدنا نغير الديزاين تاع السؤال هذا ونغير الأسلوب ويصير في أكثر من خيار، مثلا what is the capital of Iraq, what is the name capital of Iraq. وهون الإجابات بتكون مثلاً بغداد، أو ممكن يكتب بسمول لتر بغداد، صاروا الخيارين صحيحة، هذا بأخذ 100% وهذا بأخذ 100% إذا كتبها بسمول لتر أو كابيتال لتر وسيف. لما يجي يعمل فيو الطالب بده يكتب هنا مثلاً بغداد، باخذ عليها علامه، او كابيتال بغداد باخذ عليها علامه، اذا كتبها غلط مثلا
مثلا خلينا نقول هيك أضاف أحرف بعطيه غلط عليها. فهذا أحد الخيارات اللي إحنا بنقدر نعمله، أو خلينا نقول أسلوب السؤال اللي بنقدر إحنا نعمله اللي هو الشورت أنسر. عادة أنا بستخدمه كثير في خصوصا إذا كان السؤال مثلا عندنا بالبرمجة الأوتبوت أو تعريف، بجيب تعريف وبقول هذا التعريف لمين. وات إز مثلا، خلينا نجيب نعمل سؤال ثاني كمان، هاي تذكرت عن السؤال من الشورت انسر ممكن تستخدمه كثير اساس انه انت بدك الكي وورد زي كويستشن 4 وات از سي اس ستاندز فور اللي هي كمبيوتر ساينس، اساس انه انت في عندك مصطلحات معينه بالماده بدك تثبتها عند الطالب وبده يكون عارف هذول الكي ووردز بالماده، بدك يكون عارفهم سي اس. طيب شو الاجابه الصحيحه؟ اذا كتب كمبيوتر ساينس وبلش بكابيتال كابيتال باخذ علامه كامله، او راح كتبهم اثنتين سمول باخذ كمان علامه كامله. ممكن انت تنوع كمان، خلينا نعمل واحده ثالثه. مثلا راح كتب كمبيوتر ساينس كلياتهم كابيتال. كمبيوتر ساينس وممكن تزيد، ممكن كمان اد مور اوبشنز، خلينا نعمل واحده رابعه. مثلا كتب كمبيوتر وساينس تركها سمول لتر، اي واحده منهم باخذ عليها علامه. ممكن الاخيره انا نسيت احط لها وزن 100%، خلينا نتذكر هي عملنا لها 100%، هاي الثانية مش عاملين لها 100%، هاي الثالثة عاملين لها 100%، هاي الرابعة عاملين لها 100%. فأي إجابة منهم باخذ علامة السؤال اللي هي علامة كاملة 100%. الآن إحنا